citizens, and all the peace-loving nations embraced by the United Arab Emirates under his astute leadership. With a touch of tender gratitude to our development leader, and in order to nurture the development of human beings and to substantiate the Chinese culture, this invitation is for all to express feelings towards the أهني دولتي وشعبي وشيوخي باليوم الوطني 43، وأنا كل فخر أني إماراتية وراسي في السماء مرفوع وداد الأميري. كل عام دولة الإمارات العربية المتحدة بألف خير. أتقدم الشكر الجزيل لرئيس الدولة الحكام الإمارات العربية المتحدة على استضافتنا في هذه الدولة. هي دولة الإمارات تعتبر دولة حضينة للسلام لجميع الدول العربية والأجنبية. شكرا. أنا بهني دولة الإمارات وبهني شعب الإمارات وقائد والشيخ خليفة الله يطول بعمره بالعيد الوطني 43، وأنا جاي هون أكتب وثيقة شكر وعرفان لهالدولة اللي حضنتنا طول السنين، والله يديم عليها الأمن والأمان يا رب العالمين ويطول بعمرهم وعمر حكام الإمارات، وكل سنة وأنتم سالمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك لدولة الإمارات يوم الاتحاد ولسمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الله يديم عليه الصحة والعافية ويديم على دولة الإمارات الأمن والأمان، وكل عام وأنتم ودولة الإمارات بخير. شكرا لسمو الشيخ خليفة وجميع قادة دولة الإمارات على كل ما قدموه للدولة من تطور وإنجاز في الفترة السابقة، وشكرا ليهم ويا رب إن شاء الله يعم الأمن والأمان على كل شعب دولة الإمارات. شكرا للشيخ خليفة على التعاون الدائم والمتواصل لدولة الإمارات، وشكرا للشيخ خليفة والله يحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي حمدان جمعان. أشكر سمو الشيخ خليفة، وأنا مبسوط إن دولة الإمارات سنة 43 للاتحاد. يا رب يعم على دولة الإمارات الأمن والأمان والسلام، وشكرا للشيخ خليفة والله يحفظه.